كلشي البيع والشري هنا ما بقى تساوي والو في مدينة تسوي. ما كاين لا مسؤولين لا والو، جي الناس بجنواهم باش تقرصوا علينا، جي الناس كيدوا لينا ديالنا. انا بغيت نعرف اخويا هاد 300,000 فرنك 400,000 فرنك اللي كنخلص النار مقابل شنو؟ واش مقابل تكرفيس؟ انا كنتكرفس سيرتي مشات ليا الله اللي عالم بيا. والو حياة بحال بحال الكلاب حاجك. الناس كانت تنجم لنا حالات ديالها وحنا كنبغيو بالخلاق، كذاب دير علينا هنا الا كنعجبو بالخلاق. صباح الخير ودونا صندوق ديال الخيار صحة. وزونا الجنوي غيضاروا معايا كاع. غنبيعوا في المارشي، غندخلوا البلايص نبيعوا في المارشي وما نخلصوش واجبات. إلا جاوا عا واحد كيما يكون عا شي مكاري يخلي ضاربونا ويدي لنا ديالنا. ما كاينش يحمينا، ما كاينش يحمينا قطعا. راه ولات فوضى هاد المارشي بزاف كاع. راه سرعتنا ولات بز ويدوا هذيك صحة كاع. هات اخويا شواق علينا، هامو الماطيشه في كاين، هامو الفول في كاين، وشو حالتنا كي دايره؟ كيدخلوا لنا موالين الحمير هنا وتيتقرفصوا علينا تيضربوا لنا السلعه، تيخلطوا لنا السلعه محشوماش. الواقع هو هذا، حنا قاعدين كنبيع ونشرو. كنبيع ونشرو، ما كاين لا مسؤولين لا والو، جي الناس بجنواهم يتقرفصوا علينا، جي الناس كيدوا لنا ديالنا، موالين الحمير ضايعين وسط منا تيقرفصوا لنا سلعتنا. شو ها انت مول الماطيشه تقرفص مع مول الفول. والمسؤولين ما كاين حتى واحد، ما وصلناش شي واحد من المسؤولين، ما تسوقناش شي واحد من المسؤولين. شو حالتنا كي دايره؟ كنتخلصوا الواجبات، كنخلصوا القانون، وما كاينش اللي حامينا. ولينا كندخلوا مع الباب، كندخلوا مسروقين على باش ما نضربوش، باش ما كاينش يحمينا. شنو كاينين الشفاره بجنواهم بكل شيء، البيع والشري هنا ما بقى تساوي والو في مدينه تسوي. تقول ما تساوي والو البيع والشري، وحالتنا كي دايره؟ كنسرعوا السلعه بالثمن، وكنجمعوها هنا بقل ثمن، وكنخلصوا الواجبات وهنا وما محميينش. فالتالي انت تشوف سلعتنا احنا اليوم الاربعاء وما بيعيش السلعه مشريه بالثمن، غتصبح لنا غدا الخميس غتنقص لنا النص بالنص، وبالتالي ما كيوصلنا حتى واحد، وفي الاخر يدوزوا لنا احنا مولي الحمير خوينا سلعتنا مخلطين لنا مطيشه مع الفول. هاد الشيء ضعنا فيه احنا، مشى لينا ضاع لينا مطيشه ب 2400 الصندوق باش كانت غتباع مطيشه ولا تخوات لي على الفول. انا ما بقيتش بيع الفول، انا مقيم عليا الفول ب 3 دراهم هاني كنشوف فيه هكا هكا هاو نكسر قدامي طيح فوق منه مطيشه. فين غنمشي انا؟ فين هادشي؟ انا كنجيب نلعب كريدي ما كنعطيش. انا مابقاش عندنا هاد المارشي، مابقاش عندنا حتى راس مال باش نتسوقوا. ولينا كنمشي نجيب نقلوا السلعه بالكريدي ونجيبوها هنايا ونتكرسوا. الخضره الا ضاعت على نهار ما تصبحت عندك نهار اخر كيمشي لك النص بالنص. كتبيع اليوم ب 40 غدا يعطوك درهم. كيشوفوها بيت النهار الاخر يقول لك هاد السلعه بيت عندك. وفينا هما الناس حامينا؟ احنا دابا كنشوفوا سلعتنا مكرصه، المسؤولين ما كاين، ما عندنا لا السلطه لا والو. طالب نفسي العامل باش يجي عندنا يشوف حالتنا كي دايره مكرصين. شو المارشي مهمج، كلشي مهمج، الباب ما فيه، ما عندنا لا سلطه لا والو. خدامين حنا عشوائيين. كنخلصوا 7%، ما كايناش حتى القانون في شي مارشي. 7% ما كايناش في شي مارشي. كنبيع الله يجعلك، الله يجعلك ما تبيع بالخطيه. تخلص عندك حتى 7%. 7% ما كايناش شي قانون في شي مدينه ولا في شي مارش. 7% كنخلصوا. وهنا وملي نجيو حنا ما محميينش. تقريبا ولا في 40 مليون 50 مليون 60 مليون، هذه رسميه بلا رسميه بكل نهار يوميا 40 مليون 50 مليون كتخلص على 7%. الارباح ديال الجامعه 7%. وفي التالي ما محميينش، ما عندنا. الا جاوا عا واحد كيما يكون عا شي مكاري يخلي ضاربونا ويدي لنا ديالنا. ما كاينش يحمينا، ما كاينش يحمينا قطعا. مصيبه، احنا مكرسين كنجيبوا باش ندوز شي لقمه العيش لوليداتنا، كنجيو هنا مكرسين نضربوا العاده بالليل بالنهار. ما كاينش اللي مصور، وملي تدخل هنايا ما محميش، ما كيحل مع الوحده الليل. وحده الليل ما عندوش المدخل، جي ودخل. ماشي عبيه شري، كاين شفاره، كاين شمكاره، كاين بيه شري، كلشي داخل مخلط معانا. ولينا مخلطين معانا. الا شدك شفاره يخلي يضربك واحد بيه شري الصباح تهزوا عليه شنو؟ ما كاينش واحد يكون الدم، ما كاينش يعتقوك. ملي عيطوا للسلطة قال لهم ودي تيكون الدم. ايوا تيموت هذا الراجل، عاد غنجيو نحميوه ونهزو ندوز للسبيطار نلوحوه. راه حشومة. ما حيتك وليدي حاضي راسك. ما كاينش حماية، تربية عشرين ما بقاش كيدخل عندنا. احنا ما بقينا كنبيعو ما كنشرو، البيع عشرين كنا كيفضل يمشي للسوق. ولا يمشيو للسواق يتسوقوا ما بقاش كيوصلونا احنا للمارشي هنا. علاش؟ لأنه هو ما محميينش، بيع عشرين جايب ديالو خايف على راسه. الرئيس المسؤولين كنطالبوا منهم يجي يطالعوا بينا
بالسيد العامل يجي يشوف الحاله ديالنا. راه حنا مقرصين، راه حنا الناس، راه عندنا قوانين، عندنا واجبات، عندنا راه كاين اللي كاري ب 40 ألف 50 ألف في الشهر. كاين اللي كتجي فضيحه، كاين هذه المسؤوليه، كاين انا الاول عندي سبعه الاولاد، تقول واحد خدام فيهم، تقول الا ما جيتش انا ما كياكلش الطقمه ديال الخبز. سبعه الاولاد عندي، والله قسمت لك بالله كان واحد فيهم خدام. تقول الا ما جيناش حنا وطفت انا اللي شلفت 56 عام في عمري ما كاينش اللي يجيب لهم لقمه العيش. كان ضربوه كنت صافي، ماشي نقولوا حنا من لا، اذا ما كانش حل حنا هذا المارشي ما غاديش ندخلوا ليه، ولا ما غنخلصوش، ما غاديش نخلصوا 7%. غنبيعوا في المارشي، غندخلوا البلايص نبيعوا في المارشي وما نخلصوش واجبات. لانه هو ما محميين، ما عندنا سلطه، ما عندنا والو. ما كان يدخل عندنا قيد، ما كاين قايده، ما كاين خزيه، ما كاين بوليس، والو. كنتكرصوا امام الشعب ديالنا، مواطنين ديالنا كنتكرصوا، ما كاينش كيحمينا. خويا انت كتشوف كل شيء لعينك. حنا كنباتوا والله العظيم بينا نباتوا فايقين ونضلوا فايقين، وكنخلص 300 الف فرنك 400 الف فرنك النهار مقابل ديالاش. انا بغيت نعرف المقابله ديال كنخلص ديالاش. وتجي تكرفص ما كايناش، تجي تشري سلعتي هاي 300 الف فرنك ديال السلعه اليوم، هاي مشات ليا. يلاه ما من غندوي، شكون اللي دوا معاك؟ شكون جا عندك؟ شكون تحاور معاك؟ شكون قال لك اشتري ليك؟ راه عطينا شي واحد جا عندنا قال لنا ودي اشتري ليك انت، اش واقع ليك؟ شكون دوا معانا وشكون جا عندنا وشكون حشى علينا؟ انا بغيت نعرف اخويا هاد 300 الف فرنك 400 الف فرنك اللي كنخلص النهار مقابل شنو؟ واش مقابل تكرفيس؟ انا كنتكرفس سلعتي مشات ليا. الله اللي عالم بيا صافي ما بقاش في لا غادي انت غادي انت وغادي بيها انت راه سيدي نشوف غادي بيها لك انت انا جوي واش الناس ما تناسى ولا الناس تحسب في الطريق الكل وما يطاد ونجي ونجي ندخل هنايا مع 12 ديال وحده وما نعش ونبقى واقف انا دوك والله ما نعش يومين بالله ولا كيف الناس كيدير ونجي نتكرفص والمشكل التالي ما كاينش جدوى معايا قال لي اش واقع عليك ما كاين ليش عندك ما كاينش واحد دوا معايا قدامكم شي واحد دوا معايا شي واحد رادوي انا بغيت نعرف انا بغيت نعرف من هذا الشيء كامل عاد 300 الف فرنك 400 الف فرنك اللي كنخلصوا النهار مقابل ديالها 7% ديالها راه البونات عندي راه خويا راه فينا ما راه غايبين 80 الف ديالكم الجو علاش نخلصوا حنا 80 الف تاع علاش نخلصوا حنا 80 الف مقابل اشنو والو والو الخدار ما الخدار الصغار مابقاوش كيجيو للمارشي مابقاوش حملوه ياك اش غنجيو نديرو المارشي على الشفاره والله مابقاو كيجيو بالله وكيمشيو للسواق الخدار الصغار ولا يمشيو للسواق يبدلوا السواق على المارشي والتهريب تهريب 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 الخدار مابقا كيجي حتى واحد المارشي احنا بقينا قاعدين في المارشي وحدنا وانت كتشوف حالنا انت كتشوف حالنا والتهريب وهذا ما دخلناك بالله يلا معنا على الثلاثه الثلاثه قريب وشو شحال ديال السلعه كتجي من الثلاث والحد هو نهار اول حط نهار حد يلا معايا وشو بعينيك وش كنت معنا تدوك حنا الشيء كامل شو اش وقع لينا ما كاينش شي حد تحاور معنا وكتشي السوق كنخلص 4000 في الكاميو ومحمي ومحمي 4000 ومحمي انا كنخلص 100000 في النهار 80000 60000 وما محميش ما كاينش اللي كيدوي معاك ما كاينش يقول لك مالك وانت دوك شو واقع لي جا عندي شي واحد قدامكم جا عندي شي واحد كاين شو وقع ليك كاين شي حاجه ضرتك ما عم غدوي انا ورينا ما عم غدوي الناس بلا تناسى حنا بلا في الطريق جايين حسبوا في الطريق نخرجوا حتى 4 ايام ندخلوا حتى 12 ليل 31 ونجيو نعطوهم الفلوس وعلاش غنعطوهم على الفلوس علاش؟ علاش؟ السلعه تبقى ما تباعش انا قول لي شنو المقابل ودابا دخلناك ولا السلعه غتباع يلا جوي ما من غير من غير ديار باش ب 500 درهم والو حياتي بحال بحال الكلاب حاجك ولا عنده لا كيس الناس الناس كتبات في المحلات ديالها وحنا كنباتوا بالخلاق قدام زين علينا هذا اذا كنا ناسوا بالخلاق المعاناة راه تنعيشوها منذ أكثر من 30 سنة وهذا الموضوع مدرج عند العمالة عند البشوية عند كل شيء هذا الشيء كل شيء هذا كل شيء عاطينه لهم كان تقرير راه ما عندهم في في كان تقرير عندهم داخل داخل العمالة وعند البشوية عند كل شيء في 2013 دفعنا لهم تقرير حول وضعية سوق الجملة ولا من ينادي واللي تنستغرب ليه هو انه في الدوره ديال العادي ديال فبراير كان مدرج
النقطة ديال سوق الجملة وموقع فيها 16 مستشار ودرجوا النقطة ديال الكلاب. الكلاب ولاو أحسن من هاد الناس اللي تيخلصوا تينموا البلاد ديالهم وتيخلصوا الدم جوفهم دم جوفهم عاطينو لبلادهم ما عندهم لا كيس لا سينيسيس لا والو ولاو الكلاب أحسن من هاد الناس هادو. اليوم هاد الناس راه فاض بهم الكيل. اليوم هاد الناس راه فاض بهم الكيل. إما يديروا معنا شي حل إما ندخلوا السلعة ديالنا وما نخلصوش عليها الطاكس. والطاكس فوق الطاقة ديال هاد الناس هادو. أخويا راه السيبة بزاف هاد المارشي. شنو رايك أنت بصباحك؟ الصباح البارح الصباح ودونا صندوق ديال الخيار صحة. وهزونا جنوي غيضربوا معايا كاع. بحجرة غيضربونا. راه هو تفوت هاد المارشي بزاف كاع. راه سرعتنا بز ويدو هذيك صحه كاع التريبه بزاف و 7% كنخلص ما كاين والو ما كاين حتى حاجه ما كاينه ما كاين لا حمايه لا والو والو ما كاين حتى شي حمايه ما كاينه ما كاين لا السلطه لا والو ولكن خافوا والله الا ولكن خافوا والله كاع وهذا هو اللي مزيان عندنا على البيع الشراء اذا بغيتك يعطيه لك ها مكريسي ديالك ان شاء الله اشي فتيحه ولا اشي راه خلعوا الخلع شي بزاف كاع مالعاد انت شحال الناس كتعامل معاهم في النار وتعامل بزاف كاع هادوك الناس شحال هادو من عائله وبلا بلا معنى كلش بزاف بزاف لا بس عمك امني كلب بوم جيعان ولدها باش بعان ودار الوليدات عندنا من هذا الراجل هذا كلش بزاف والله بصح انا بغيت نوصل الميساج ودرها راسها في هذا الشيء اللي سمعت والله الا ضرينا بالله بزاف 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 اخويا بزاف هادشي بزاف كاع الله يلعننا بزاف بزاف الله يلعن بالله بزاف هادشي كاع وما عندهم سلطه والو وما كيتسوقناش حقره بزاف كاع وما كيجيش عندنا شي واحد هاد الناس وراه مشيت عندهم الصباح مشيت في الباب قلت لهم واش كاين شكين قال لك عيطوا عليهم ما عيطوا عليهم باش حتى حد مشى تقول شي واحد جا كاع مشيت لا مشيت عند الباب المهم الباب اللي كان قبل المارشي قلت لهم هاد السيد جاروا لي جاروا قال لك عيطوا عليهم ما عيطوا ما جاوش ما عقلوش عليا عيط عليه وزاد في حالته صافي درت له خويا اجي اجي ديما ديما هادشي كاع وديما ديما 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 غد اليوم غدا راه ما كاين والو كي تحاشى بزاف اخويا انت تمشي للسوق تتخلص 4000 ريال تبيع سلعتك وتتجي تتجي بخير وعلى خير يدخل المارشي ماشي ما كيدخلش ومحمي وكل شيء هنا راه انا راه حتى المخزن ما دايرينو لك هنا الا يحميك ولا شي حاجه كتجيبوا ديال السلعه انتم 4 مليون 5 مليون وانت تجيب 6 مليون 7 مليون تجيبها ديال السلعه وماشي ديالو وماشي فلوس ما كاين والو خويا ما كاين والو ما كاين والو احنا غرقنا مع والمخير فينا احنا ما عندوش راس مالو اليوم في هذا الوقت ما كاينش اخويا احنا هازين الكريدي هازين الخاوي هازين كل شيء مع الناس كنجيو لهاد المارشي هذا الخاوي ب 40 ريال كرفه صفار احنا ما كاينش اخويا كنطالب من المسؤولين اخويا كانوا هما تيحسوا بالانسان يجيو يشوفوا حل هذا المارشي هذا راه هذا المارشي هذا راه عباد الله كامله تضيع راه بنادم تيضيع اصاحبي بنادم ما عمرنيش بحال هذا المارشي انا درت في مارشي عمرنيش بحال هذا المارشي هذا المارشي راه فيه الحقره بزاف اخويا واش الراجل راه بزاف وبنادم تيجيب سلعته وتيولي يهزو عليه في الجناوه وانا طيح عليا الخنجر حشومه كاع بزاف اخويا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة